إن طرزان يعتمد علينا ونحن لن نخذله. تذكر التوقيت هو أهم شيء. نعم أنا جاهز يا توكا. استعد للتحرك. ها هو الطبق الرئيسي معي الآن. منظر الغروب في غاية الروعة. كيف الحال يا رفاق؟ هل أعجبكم المكان والمائدة؟ كل شيء رائع يا توكا. إذن هل أعجبتكم المقبلات؟ في الحقيقة لقد انتهت من طبقي سريعا لكنها بدت رائعة. حسنا استعد للطبق الرئيسي. السمك والبطاطس. مفاجأة. وحليب جوز الهند اللذيذ. هدية رائعة من المطعم. كل هذا رائع يا طرزان. أنا وأنت هنا معا. هذا كل ما أتمناه. النجدة! اهربوا جميعاً! سنموت! هيا من هنا! من هنا! أين طرزان؟ أين طرزان؟ أين طرزان حين نحتاجه؟ اهربوا جميعاً! هستا بيبي أين بيبي؟ أين هو؟ المجموعة هيا خذيها بعيدا. هذا الثعبان اسمه هيستا. قبل سنوات طويلة منذ كنت صغيرة جاء هيستا ثم أتذكر لقد رهبنا لعدة أسابيع وهربنا خوفا منه. تصورنا أنه قد رحل لكنه لم يرحل. لحسن الحظ مويو كان هنا وأنقذنا. نعم على ذكر الحاضر والغائب، أين كان قائدنا الشجاع ونحن نتعرض للهجوم؟ أنا كنت مع جين. كان مع جين لأنها كيف نعرف أنك لن تكون معها المرة المقبلة أو المرة التي بعدها؟ في المرة المقبلة قد أكون من الجيل القديم، لكن في شبابي كان أحد ذكور الغوريلا هو الذي يقودنا. ولكن كيشاك اختار طرزان قائدا للمجموعة. نعم طرزان هو أصلح من يقود المجموعة. انظروا إلى قوته، انظروا إلى عضلاته. هلا أقنعتهم معي؟ إنه إنسان، زوجته من البشر، ولاؤه لمجموعتين لن يمكنه من رعاية الاثنتين. لكن طرزان قد نجح في رعاية مجموعتنا بالفعل. نعم، لكن إذا اضطر للاختيار بين جين وبيننا، من سيختار؟ سيضع بقر الغوريلا الأولوية للمجموعة بلا تردد. أنازل طرزان على منصب القائد. لا تفعل هذا يا مويو. يمكنه إذا شاء. من حق أي غوريلا أن تتحدى القائد. نعم هذا صحيح. إنها القواعد. هذا صحيح. تمتلك الكفاءة يا مويو، لكنك لست جاهزا للقيادة. سنرى بشأن هذا. كل قائد يواجه التحديات يا طرزان. أعرف. إذن ما الذي يزعجك؟ كان يجب أن أوجد لحماية الجميع وحمايتك أيضاً. لن تستطيع حماية الكل. الحقيقة أن مويو محق،
لا أعرف ماذا سأفعل إذا اضطررت للاختيار بين جين والمجموعة. لن تضطر للاختيار يا طرزان، جين أصبحت واحدة منا. ليت هذا حقيقة. والآن تذكر، مويو أعصر لا تخف، حتما ستهزمه. سدد له لكمات سريعة، ستهزمه، صدقني ستهزمه. الوداع يا فتى، أنا أعني بالتوفيق. تعرفون جميعا القواعد، سيتسلق القائد وخصمه هذه الشجرة. نعم، ومن يسقط على الأرض يخسر، ومن يظل فوق الشجرة يصبح القائد. طرزان، مويو، كل إلى موقعه. الفوز للأفضل. أنا أعني طرزان بالطبع. أعرف أنك تفكر في مصلحة المجموعة، لا أحمل لك أي ضغينة. اكتفيت؟ لا لا، لابد من الإعادة يا طرزان. نعم، لأن طرزان سقط لأنه كان ينقذ مويو. لا، القواعد صريحة، هناك قائد جديد للمجموعة. مويو 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 مويو. هذا ظلم يا طرزان، أقول لك إن الإعادة من حقك. لقد فاز مويو، تقبل الأمر. إلى أين أنتم ذاهبون؟ هيا أسرعوا جميعا، سنقطع مسافة طويلة. ماذا يجري هنا يا مويو؟ سنذهب جميعا إلى أطراف الغابة، سنعود بعد أسابيع بعد أن يرحل هيستا. الرحيل أشد خطورة من البقاء، أعرف هذه المنطقة. أنت لم تعد قائد المجموعة، تستطيع الرحيل معنا، لكن أنا صاحب القرار. سأبقى مع جين، فمنزلنا هنا. كما يحلو لك. يجب أن تذهب، اتبع مويو. مستحيل. إذا كنت تحترمين رأيي فلا بد أن تفعلي ما أقوله. أنت غوريلا ومكانك مع المجموعة. مكانك مع المجموعة أيضا، أنت وهي. إلى اللقاء، نراكما بعد أسابيع. ستظل القائدة في نظري. Thank you.
سنقضي الليلة هنا. هل تعرفين أن الثعابين مثل هيستا تعاني من ضعف البصر؟ لا، لم أكن أعرف. تجد الفريسة باستشعار حرارة الجسم. مدهش. هناك عاصفة قوية من ناحية الشرق، أتمنى أن يتذكر مويو هذا. لا تخف يا طرزان، أنا متيقنة أنهم بخير. أنت محقة، على الأرجح سيكونون بخير من دوني. أنا سألتقط بعض الفاكهة. تحركوا بلا خوف، هيا عبروا، المكان آمن. نعم هكذا، فلتتحركوا برفق. ماذا يحدث؟ تحركوا. واصلوا السير. طرزان، هل التقطت الفاكهة؟ أنا أعرف كم تفتقدهم. كيف؟ كيف تعرفين؟ لأنني أفتقدهم أيضا. يجب ألا نذهب من هنا. معذرة، لكن طرزان دائما ما يتجنب هذه المنطقة. أنا لست طرزان، سنذهب من هنا. تعال يا بيبي، لا تجعلني أعود إليك، إنها تعليمات القائد. لقد علقت. وأنا أيضا. ما هذا؟ أنجدونا. إنها بركة قار. إنه القار. يا إلهي. أنجدة، أنجدة. افعل شيئا يا مايا. فيما أخطأت. القائد دائما يظل قائدا. إنه بيبي. المجموعة، هناك خطر ما.
سأذهب معك. أرجوك ساعدنا بسرعة. أسرع يا طرزان، أنقذنا أنقذنا. أنت ابتعد عن مجموعتي. طرزان الغوريلا. طرزان لا تنسنا. جيم لا. طرزان نجنا، لا تتركنا يا طرزان. سنموت. سألحق أنا بجين. هل خرج الجميع؟ نعم، اذهب اذهب يا فتى، اذهبوا إلى مكان آمن. هيا بنا. جين. أنت هنا. ماذا سنفعل؟ الوحل سنغطي أنفسنا به. لكن كيف؟ هكذا. لا يعرف مكاننا؟ لا، الوحل يعزل حرارة الجسم. تعرف ماذا ستفعل؟ لا أستطيع التخلص من القار. تعرفين ما الذي سيخلصك منه؟ عرق فرس النهر. لا أعتقد أن اللون الأسود يناسبني. أعترف أنني أخطأت. لا عليك يا مويو، كان يجب أن أدرك من البداية أن جين زوجتك يا طرزان، لذا فهي جزء من المجموعة. قررت التخلي عن منصب القائد، لست جاهزا بعد. ستكون قريبا. ربما، لكن الآن سأتعلم من القائد الحقيقي. طرزان قائدنا الحقيقي.